خلينا ننتقل لخبر آخر، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا أمس لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية بحضور وزير الكهرباء وعدد من المسؤولين بالدولة. جدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام، لافتا إلى ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وتعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانيات. وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد شاكر جهود الوزارة في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة وسبل تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي فيما تتم إقامته وتنفيذه من مشروعات خاصة في مجال الطاقة المتجددة. ملف الكهرباء، وزارة الكهرباء، ملف الطاقة بشكل عام من أهم الملفات، بس خليني أقول إن هذا الملف تحديدا من الملفات الساطعة في حكومتنا، من الملفات اللي ليها نجاحات كبيرة جدا. يعني وأنا بقول إن رئيس الوزراء بيشير إلى ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام وما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز. طب ما احنا عندنا سيمنز، ده سيمنز من بقالها شوية يعني هنا وعاملة مشاريع كتيرة. فاحنا بنتكلم على شركة نرويجية وهي سكاتك، احنا بنتكلم على بقى ايه فيز آخر أو وجهة آخر من الطاقة. ابتدينا نتكلم على الطاقة المتجددة، يعني إحنا في الطاقة الاعتيادية أو الأحفورية أو الطاقة اللي إحنا متعودين عليها عاملين نجاحات كبيرة بسم الله ما شاء الله. طب الطاقة المتجددة بقى رايحين لفين؟ أولا يعني أنا عايز أشيد بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، حقيقي من الوزراء اللي من أول ما تولوا المهمة استراتيجية واضحة، خطوات متقدمة، بنية تحتية لمصر حصلت ما حصلتش من عشرات السنين. بصراحة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما ليه في كل المحافل نظرا للمجهود الكبير اللي هو بيعمله. ربنا يدي الصحة. ده حقيقي يا رب ان شاء الله. ومع فريق عمل على فكرة في غاية صحيح. انا بتعامل معهم كتير، فريق عمل رائع وعندهم وزارة ساطعة يعني وعندهم سرعة رد فعل لكل المشاكل يعني. بس مهم قوي ان احنا نوضح حاجة بخصوص شركة سكاتك. اول تعامل لشركة سكاتك مع مصر كان امتى؟ اول بدايه مباحثات كانت امتى؟ 2015 برضو. ايوه 2015. ليه عايزين نقول 2015؟ لان ده امر مهم قوي للمصريين ان احنا ما بنفكرش. اولا شركه سكاتك للمعلوميه هي شركه نرويجيه معنيه بالطاقه المتجدده، وهي احد ابرز اذا ما كانت الاوائل في العالم في عمل في الطاقه المتجدده على مستوى العالم بميزانيات. اخر مره كنت بتابع ملفهم في حوالي دخلوا حوالي 4 مليار دولار. سكاتك أول تعامل ليها مع مصر كان 2015. بالمناسبة هم شركاء في محطة الطاقة الشمسية في أسوان، هم شركاء في محطة الكلام ده كان 2018 اللي هي بنبان بالظبط كده. وبالمناسبة كان الخطة بتاعتهم ان يطلع منها 20% من الطاقة الشمسية في 2022، وتم فعلا. محطة الطاقة الشمسية اللي في العين السخنة معاها على فكرة شركاء من القطاع الخاص وشركاء من يعني هم والدولة والقطاع الخاص، والقطاع الخاص المصري وشركة مصرية تمام. فهم في سكاتك بصراحة بيعملوا على قدم وساق في الطاقة المتجددة في مصر بقى لهم سنوات طويلة، من قبل ما نعمل قمة المناخ بكتير ومن قبل ما العالم يلتفت لهذا الملف بكتير. احنا بنشتغل معاهم وبنشتغل على الطاقة المتجددة في مصر، وحاليا لهم مشاريع جديدة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وهم بيزيدوا مشروعاتهم في مصر بوتيرة ثابتة وبيزيدوا استثماراتهم في مصر بوتيرة كبيرة جدا. واجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد شاكر كان للتأكيد على التيسيرات الجديدة اللي هم شغالين عليها، لأن احنا فعلا الملف ده أنا بقول لحضرتك في النص الثاني من 2023 هيعلن مشروعات كتيرة جدا في مجال الطاقة الخضراء في مصر إن شاء الله.